السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم مرة أخرى. إذا نبدأ بدرس جديد إن شاء الله الرحمن الرحيم، وهو ديال الطاقة الكهربائية الجزء. عندنا في التطبيق الأول نشغل 3 مصابيح، كل واحد يحمل العلامة 220 فولت 100 وات مدة 6 ساعات في اليوم. وكذلك شغلنا التلفاز تحمل العلامتين 220 فولت 120 واط لمدة 5 ساعات في اليوم. السؤال المطروح هو حساب الطاقة الكلية المستهلكة من طرف هذه الأجهزة خلال شهر كامل، واعتبرنا الشهر فيه 30 يوم. هذه الطاقة بغيناها بالواط ساعة ثم بالجول. إذا عرفنا بلي الطاقة الكهربائية هي تنحسبها بالقاعدة العلاقة E تساوي P في T. بما أن لدينا 3 مصابيح، إذا درنا E تساوي 3 فوا P فوا T. قضينا المدة T، المدة T هي المدة خلال شهر كامل. إذا عرفنا بلي كل يوم كيشتغلوا المصابيح 6 ساعات، وكل عندنا 30 يوم، إذا مجموع الساعات هو 6 في 30. وهكذا غتكون العلاقة عندنا 3 مضروبة في 100 اللي هي القدرة ديال كل مصباح، مضروبة في 6 اللي هي 6 ساعات ديال اليوم، ثم 30 يوم، فنجد النتيجة 54,000 واط ساعة. بالنسبة للطاقة التي استهلكها التلفاز، فعندنا نفس العلاقة E2 تساوي P ديال التلفاز التلفزيون مضروبة في المدة T، قدرة ديال التلفاز 120 واط. ثم المدة هي 5 ساعات في كل يوم، وبما أن عندنا 30 يوم، إذا 5 في 30، فوجدنا 18,000 واط ساعة. إذا الطاقة الكلية المستهلكة هي، إذا نعود نفهم مرة أخرى، باللي راه الطاقة مقدار قابل للجمع. يعني إذا شغلنا مجموعة من الأجهزة، الطاقة الإجمالية هي مجموع الطاقات ديال كل جهاز. إذا E توتال، T معناها توتال أي الجمع، تساوي E1 زائد E2 أي 54,000 زائد 18,000 عطتنا 72,000 واط ساعة. هذه الطاقة بنحولها إلى الجول. كنستغلوا العلاقة اللي شرحتنا بأن كل واحد واط ساعة، كل واط ساعة كيساوي شحال؟ 3600 جول. إذا غادي نعوضوا الواط ساعة ب 3600 جول فقط باش نسهلوا العملية. كنحتفظوا بنفس العدد اللي هو 72,000، وهاد الوحدة واط ساعة كنعوضها باش 3600 جول، ثم نقوم بالعملية. فنجد هذه النتيجة اللي حولناها إلى كتابة علمية، 2.592 × 10^8 جول. أما التطبيق الثاني، أن استهلكت ميكروات خلال اشتغالها لمدة ساعة ونصف طاقة كهربائية قدرها 1.5 كيلوات ساعة. السؤال: احسب قدرتها الإسمية، ثم علما أن توترها الإسمي هو 220 فولت، استنتج مقاومتها R. إذا بالنسبة للجواب، عندنا دائما العلاقة باش نحسبوا بطبيعة الحال القدرة، كنستعمل العلاقة E تساوي P في T، ومنه P يساوي E على T. E هي 1500 واط ساعة مقسومة على 1.5 ساعة. إذا 1500 واط ساعة منين جبناها؟ جبنا من هنا أن 1.5 كيلو واط ساعة هي 1500 واط ساعة، كل كيلو هو 1000. إذا النتيجة بعد العملية لقينا 1000 واط. قالت لنا دابا المقاومة، إذا المقاومة عندنا العلاقة R، أن نعم P تساوي E في E، باش نحسبو شدة التيار E هي الأولى، E تساوي P على U. إذا عندنا P هي 1000 اللي حسبنا قبيلة، P هي 1000 مقسوم على U اللي هي 220 فولت، لقينا 4.54 أمبير. ثم لنحسب ثم حساب المقاومة R. إذا U نعلم حسب قانون أوم، U تساوي R في E، ثم إذا R تساوي U على E، R تساوي 220 مقسوم على 4.54 أمبير، تعطينا 48.45 أم. إذا نمر إلى النشاط التالي، أتعرف أعداد الطاقة الكهربائية.
إذن غادي نشوفوا هذه المناولة. أولا لابد نعاود نتذكروا بأن العداد راه يعني الدور ديالو هو تحديد الطاقة المستهلكة من طرف المنزل، يعني من طرف بطبيعة الحال الأجهزة. وهذا العداد دائما كيكون فيه واحد قرص أفقي، قرص مسنن كما تلاحظون، وكيكون فيه العلامة السوداء ما كتبانش، هي اللي كتعرفنا بأنه تتحرك. هي ملي كيكون هناك استهلاك ديال الطاقة الكهربائية، يعني ملي كيكون واحد الجهاز مستقبل مشتغل أو أجهزة مشتغلة، راه هذا القرص كيبدا تيدور بحال الكونتور ديال السيارة. إذا كانت السيارة متوقفة ما كيدورش، ما كيكونش هناك تسجيل والو. وملي كانت السيارة كتحرك كيبقاو يدوروا الأرقام اللي كتشوفوا هنايا هكذا. إذا نفس العملية، عندما تشتغل الأجهزة القرص يبدأ في الدوران ديالو، تقدر يكون ببطء إذا كان الأجهزة قليلة، وإذا كان الأجهزة أكثر كيبقى يدور بسرعة. وهنا كتسجل الطاقة التي تستهلك. إذا باختصار عندنا هنايا الدارة الكهربائية مكونة من جهاز مستقبل وعداد ومنبع للتيار. ثم سنقوم بملء الجدول التالي الذي يشمل عدد دورات قرص العداد. هذا القرص هذا تنحسبوا العدد ديال الدورات اللي كي يعني كينجز، وهذا العدد ديال الدورات كنرمزو له بوتيت ان نسبة لو نومبر، والوحدة ديالته المستعملة هي تور تي ار. ثم غادي نسجلوا الطاقة المستهلكة او، هنا غادي نقراوها في هذا الإطار. الطاقة المستهلكة او بالوحدة المستعملة أو العملية هي الوات ساعة، وبعد ذلك سنقوم بحساب النسبة على ان. اذا عندنا في هذه التجربة هذه ملي شغلنا المصباح ونراقب قلنا هذا القرص، ملي دار دورة واحدة اللي استعمل هذا القرص دورة واحدة، الطاقة المستهلكة هي 2 وات ساعة. ملي دار 2 الدورات الطاقة المستهلكة هي 4 وات ساعة. وهكذا ملي أنجز القرص 3 دورات الطاقة المستهلكة هي 6، ملي دار 4 دورات الطاقة المستهلكة هي 8. إذا الآن غادي نحسبو النسبة أو على إن. إذا 2 مقسوم على 1 كتعطينا 2، 4 مقسوم على 2 كتعطينا 2، وهكذا. إذا كما تلاحظون كنلاحظو واحد العدد ثابت. هذا العدد الثابت كنتسألو علاش عطانا 2؟ ما بالضبط واش دائما غتكون عندنا 2؟ لا. فإذا كان العداد مكتوب فيه سي تساوي 2 غادي نلقاو هنا 2، إذا كانت مكتوبة 3 معناها راه حتى هنا غادي يكون عندنا 3. إذا هذا العدد اللي كنلقاو ثابت يشير إلى ما يسمى ثابتة العداد، ثابتة العداد. إذا للإشارة هناك أشكال مختلفة من العدادات، كل جهاز فين كيتصنع، كل شركة كيفاش كتصاوبو. إذا هذاك الرقم اللي كيكون هنا ماشي دايما تيكون نفس العدد 2، يقدر يكون مكتوب 3، يقدر مكتوب 10، يقدر كاين اللي كيكون فيه 33.3 إلى غير ذلك. المهم أن هاد الطاقة اللي كتستهلك راه هي سواء غيرنا العداد أو لا حطبنا بنفس العدد. بحال الشكل ديال الموازين، ميزان ديال الكتلة باش كنقيس الكتلة، ميزانات مختلفين كيعطيونا نفس القياس. إذا نفس الشيء بالنسبة للأجهزة، العدادات مختلفة في الصنع ولكن راه القياس اللي كيعطينا هو نفسه. إذا ملي كيتغير هذا العدد معناه غير أشنو كيمثل هذا العدد، هو الطاقة التي تستهلك خلال دورة واحدة للقرص. يعني إذا دار القرص دورة واحدة في هذه الحالة غادي يكون الطاقة المستهلكة هي 2 وات ساعة. إذا افترضنا كانت مكتوبة لها 3 معناه أن هذا القرص إذا دار دورة واحدة راه معناه الطاقة التي استهلكت هي 3 وات ساعة، وهكذا. إذا الأسئلة المواجهة هي كالتالي: حدد دور العداد، شنو هو الدور ديالو؟ ماذا تلاحظ عن النسبة أو على إن؟ وماذا تمثل؟ ثم أخيرا استنتج العلاقة بين أو و إن و سي، بين أو والعدد ديال الدورات إن وثابتة العداد سي.
إذا الجوار العداد هو جهاز تضعه وكالة توزيع الكهرباء لتحديد الطاقة الكهربائية المستهلكة في تركيب منزلي من أجل تسعيرها، وكل دورة لقرص العداد يقابلها مقدار استهلاك معين للطاقة الكهربائية يكون مسجلا على لافتة العداد. هذا المقدار يسمى ثابتة العداد ونرمز له بالحرف س. نلاحظ أن النسبة على N تبقى ثابتة، وأن هذه النسبة تساوي ثابتة العداد، أي أن س تساوي او على N. ومنه يعني تغيير العلاقة، يمكن نغيرها بالشكل التالي، نكتب E تساوي N في س، E تساوي N في س. إذن هذه علاقة جديدة باش كتمكننا من حساب الطاقة، وهي مرتبطة بعدد دورات قرص العداد و س ثابتة العداد. إذا أعيد، نستنتج العلاقة بين E و N و C كالتالي، حيث E تمثل الطاقة المستهلكة بالواط ساعة، و N تمثل عدد دورات قرص العداد ب تر أي تور أي الدورة، و C تمثل ثابتة العداد بالواط ساعة. نمر الآن إلى ما يسمى فاتورة الكهرباء. هذا التوصيل ديال الكهرباء لابد أن نأخذ عليه واحد الفكرة كيفاش كيمكن نقراوه. إذا غادي تشوفوا في الفاتورة ديالكم، بعد هناك أنواع مختلفة على حسب المدن وعلى حسب الشركات. إذا ناخذ اختينا هذا النموذج، جميع الأنواع تكون فيهم هذه الخانة اللي مكتوب فيها البيان السابق أو ما يسمى الدليل السابق. كاين اللي كيكتبوا الدليل السابق، كاين اللي كيكتبوا البيان السابق، ثم البيان الجديد، ثم البيان الجديد. ما معنى كلمة البيان الجديد أو البيان السابق؟ إذا في العداد تيجي واحد المراقب من الشركة ديال توزيع الماء وتوزيع الماء والكهرباء، هو اللي كيسجل في بداية كل شهر أو في نهاية كل شهر. إذا سمعنا البيان السابق أي في نهاية الشهر السابق، كيجي يسجل الرقم اللي كاين في العداد، حيث العداد ما يمكنش هو يتوقف، ديما هو خدام النهار كي يتحط. اللي كان أول مرة فاش دخل الضوء المنزل أو الكهرباء المنزل، تبقى هو تيشتغل بحال شي سيارة شريتيها جديدة، إذا كيكون فيها صفر صفر صفر. إذا العداد من أول مرة كنستعملو كيكون فيه صفر صفر صفر، وملي كنبداو نشتغلو بطبيعة الحال العداد خدام. إذا يعني هذا الرقم هذا ما يمكنش حنا نبدلوه، ما يمكنش نحبسوه. إذا كنجيو كنسجلو في نهاية الشهر السابق مثلا، نقولو حنا عندنا دخلنا دابا في شهر أبريل مثلا، إذا في نهاية شهر أبريل الشهر الماضي يعني شهر ماي كنسجلو الرقم هو هذا مثلا. الآن عندما يبدأ يعني كيكون الشهر ديال الاستهلاك، كنجيو كنقراو رقم جديد. بطبيعة الحال حنا كنستهلكو الطاقة الكهربائية، عندنا هذا الرقم غادي يكبر، كانت 51208 هذا غير مثال، أصبح 51260. إذا شحال استهلكنا خلال هذا الشهر؟ باش غندير من العملية، عملية الطرح، كنديرو الرقم الجديد 51260 ناقص 51208، في كيكون الجواب هنا، هذا هو الاستهلاك لا كونسوماسيون. إذا فهاد بالنسبة لهذا النموذج اللي عطيتكم، الاستهلاك هو 52 ماذا؟ 52 كيلو وات ساعة، كيلو وات ساعة. كنخدمو دائما في الاستهلاك ديال المنزل كنستعملو الكيلو وات ساعة. إذا خلال هذا الشهر هذا المنزل استهلك
52 كيلووات ساعة. الآن هنا عرفنا الاستهلاك، دابا كيبقى شنو هو الثمن اللي غادي نخلصو. إذا كاين واحد ما يسمى لو بري يونيتير، أي سعر الوحدة. سعر الوحدة هنايا عطاونا 0.8496، يعني أنا عطاو شوية ديال الدقة، 0.8496 ماذا؟ درهم. 0، حنا نقولو غير 0.84 درهم، يعني قريب ل 17 ريال أو 17 ريال. يعني هذا الثمن لكل كيلووات ساعة، كل كيلووات ساعة تنخلصو بهذا الثمن. طبيعة الحال هاد الأرقام كتكون مختلفة من مدينة لمدينة، وكذلك من يعني حي لحي. كاين الحي اللي كيكون فيه دور اقتصادية، كاين الحي اللي كيكون فيه دور متوسطة، كاين الحي اللي كيكون فيه فيلات، وكذلك كاين البلاصة اللي فيها المصانع أو المحلات التجارية. إذن هذا الثمن الوحدة راه تختلف من مكان إلى مكان. حنا غادي نفترضو 0.95 85 سنتيم، أي تقريبا 17 ريال. هذا ثمن كل كيلووات ساعة. إذن حنا استهلكنا 52 كيلووات ساعة، شحال غادي نخلصو؟ غادي نخلصو 44. إذا درتي عملية الضرب 52 مضروبة في 0.8496 غتلقى 44.18 درهم. واش هذا الشيء هو اللي كنخلصو؟ لا، داك الشيء علاش كنقولو كيكون الضو غالي. إذا أولا كاين واحد المسألة ما شرط لها شأنية، هو أنه بعض الناس كيفوتوا هاد تيفوتوا في حيت كيكون الترونش الأول أو ما يسمى الشطر الأول، هو أنا مكتوب الشطر الأول، تنخصو ليه 100 كيلووات ساعة. يعني إلا افترضنا كانت عندي هنا 152 كيلووات ساعة، هاد 100 كيلووات ساعة الأولى كتدخل في الشطر الأول، كنخلصوها بهذا الثمن. تبقى ديك 52 كتدخل في الشطر الثاني، كيكون الثمن الاستهلاك ديالها تاع لو بخي يونيتير كيكون زايد شوية، يمكن يكون مثلا 0.9 سنتيم وهكذا. إذن هنايا ما بغيتش نبقى ندخل معكم في التفاصيل. هنا ناخدو غير عندنا مثلا هنا غير الشطر الأول، الله يجعل البركة. درنا يعني غادي الواجب اللي غادي نخلصو لهذا الاستهلاك هو 44.18 درهم، ولكن ماشي غير هادي اللي كنخلصو، كتزادنا ضرائب. بحال مثلا هنا مكتوبة مستحقات ثابتة، مستحقات ثابتة يعني كتخلص واحد الواجب شهري، واخا ما تسترك حتى حاجة كتخلص واحد الواجب شهري، وهذا الواجب تيختلف من منزل إلى آخر. بحال في هذا المنزل عندنا 8.21 درهم، غادي تخلصها دائما. هادي بحال كنقولو ضريبة ديال العداد ولا ديال الصيانة ولا المهم كيكون واحد الواجب ثابت كتخلصو. من بعد كنزيدو، إذن دابا إلا جمعتي هادو بجوج كتلقى 52.39 درهم، هذا المجموع جزئي. هادي اللي لايديك معناها الشركات لايديك اللي في الدار البيضاء. كذاك ثم من بعد كنزيدو الرسوم لفائدة الدولة، يعني ضرائب خاصة للدولة. كاين مثلا ما يسمى المكس لإنعاش الفضاء السمعي البصري، لأن كاين بعض البلايص اللي كيخلصوا هذا واحد الواجب تقريبا 20 درهم، اللي كيتخلص مثلا وسائل السمع البصري كنقصد بها الإذاعة والتلفزة، كنخلصوا لها بواحد القدر شهريا. كذلك هناك ضرائب على أخرى، كاين ضريبة على القيمة المضافة الأولى واحد النوع أول، ضريبة أخرى على القيمة المضافة نوع آخر، هذا الشيء ما عرفناش بالتفاصيل كيفاش كيدو ليه. ثم ضريبة على القيمة المضافة الثالثة، هذا كلها مجموعة من الضرائب، زيادة على طابع ديال التمبر مثلا أو الجباية 15 سنتيم. إذن هادو المجموع الجزئي للرسوم أي الضرائب في هذه الحالة هو 7.71. عاد ديك الساعة ما هو الواجب أداؤه؟ هو المجموع ديال داك المجموع الجزئي الأول زائد المجموع الجزئي الثاني،
يعني إلا درتي 52 زدتي على هادشي كله غتلقى 67.10. هذا هو الواجب أداؤه. إذا المهم حنايا هاد التفاصيل ما كندخلوش فيها بزاف، نعاود كان حنا اللي كيهمنا هو البيان السابق البيان الجديد. كنديرو الطرح أو كنقولو الدليل السابق والدليل الجديد. دابا كنديرو الطرح باش نعرفو الاستهلاك هو هذا. وتيكو عندنا تمن الوحدة، إذا التمن بحال كنقولو تمن كل واحد كيلو وات أور، كنضربو داك الاستهلاك في تمن الوحدة كيخرج لنا واحد المبلغ زائد الضرائب. صافي، إذا نتابع عندنا الملحوظة التالية، كيف بين طرف من خلال الملحوظة كيف نقوم بقراءة فاتورة الكهرباء. إذا الفاتورة فيها مجموعة من المعطيات، فيها ما يسمى E2، حنا سمينا E2، وهو ما يسمى الدليل، قلنا الدليل الحالي، أي كنقول الدليل الحالي ولا كنقول البيان الحالي أو الجديد، وهو اللي كيكون في آخر الشهر. بحال دابا في هذا المثال عندنا 1320 ناقص E1، E1 يمثل الدليل السابق، يعني ديال الشهر أو آخر الشهر السابق، هو اللي كيكون في يعني أصغر. إذا إذا عندنا هادو بجوج كتكون مكتوبة في فاتورة الكهرباء، كنديرو عملية الطرح. إذا الطاقة المستهلكة خلال هذا الشهر هي E2 ناقص E1، أي الدليل الحالي ناقص الدليل السابق. إذا ملي كنحسبو هاد الطاقة المستهلكة الآن بيعرفو شحال الواجب ديالها، يعني ثمنها أو ما يسمى ثمن الاستهلاك اللي هو بي سي. سي معناها كونسوماسيون. إذا إلا كنا عندنا ثمن كل واحد كيلوات أور، لأنهم كيعطيونا في هذيك الفاتورة ثمن كل واحد كيلوات أور، كيتسمى لو بخي يونيتير. إلا كنا كنعرفو ثمن كل كيلوات أور هو أي ثمن واحد، وعارفين الطاقة المستهلكة، ترى عندنا استهلكنا 40 كيلوات أور، وعندنا ثمن كل كيلوات أور هو درهم. إذا كنديرو عملية الضرب. إذا يعني ثمن الاستهلاك هو ثمن الوحدة مضروب في الطاقة المستهلكة. هذه مسألة عادية، قضية ثمن الوحدة راه في جميع الأشياء في التجارة كتكون بتشتري مجموعة من الأشياء كتكون دايما ثمن كل وحدة. إذا بغيت تعرف الكل كدير ثمن الوحدة في ذاك العدد الكلي. الآن هذا الثمن الاستهلاك ماشي هو اللي كنخلصه فقط، راه ما تنساوش عندنا ضرائب، يعني جانب الأعمال لا بد من ضرائب، بحال ما يسمى التيفيا، الضريبة على القيمة المضافة، وهناك ضرائب أخرى صغيرة غادي مجزأة، حنا ما كيهمناش غادي نجمعو كل شيء ونقولو فقط ضرائب. إذا الواجب أداؤه بي بريم هو ثمن الاستهلاك، هذا بي سي اللي حسبنا قبلها، زائد الضرائب. ونكتب بي بريم، أي نقصد بها ثمن الواجب أداؤه يساوي مجموع ثمن الاستهلاك زائد الضرائب. إذا عندنا واحد التطبيق نعتبره ثمن الوحدة، ثمن الوحدة يعني ثمن كل واحد كيلوات، لو بري يونيتير يساوي مثلا 0.92 درهم لكل كيلوات. وافترضنا أن الضرائب الكلية مجموع جميع الضرائب 32 درهم. هاد الضرائب غير ما تنساوش باش نوضح لكم، كاين بعض الضرائب اللي بحال مثلا تتسمى ضريبة الصيانة. الصيانة أي يعني إلا كان شي أعطال في الكهرباء تكون خارجية، لأن كل شيء كيتحسب علينا حنايا أعطال خارج المنزل. أو كاين هناك ضريبة أخرى ديال العداد، تا هي كنخلصوها شهريا، واخا ما نكونو استهلكنا والو كنخلصو الضريبة ديال العداد. كل منزل عنده واحد المبلغ مخصص ليه كيخلصو شهريا. كذلك كاين باش ما كيكبر الاستهلاك كيكون تيتزاد الثمن كتسمى التيفيا. وكاين كذلك واحد الزياده اخرى كتدخلوا ما يسمى الشطر الاول الشطر الثاني والشطر الثالث، باش ما كتفوت واحد العدد محدد بحال مثلا في 100 كيلو كيتزاد عليك واحد شويه كيدخل في الشطر الثاني، في التعاون الثاني 100 كيلو اخرى كتزيد كيتزاد عليك واحد شويه ديال يعني باش انت تحاول تحافظ على الطاقه ما تسالكش بزاف. اذا باختصار هادو كلهم، وحتى كاين حتى داك التمبر، حتى ديك الفاتوره راه كنخلصوا عليها واحد التمبر ربما درهم ونص او درهم او حسب كل واحد. اذا حنا اختصرنا كل شيء هاد الضرائب في هذا المثال، خدينا 32 درهم. اذا السؤال المطروح شنو هو؟
حدد الثمن الواجب أداؤه لشهر ماي. إذن هنا عندنا هو المثال أن العداد سجل في آخر الشهر السابق يعني في 30 ماي سجل 1250 كيلو واتر، وفي 30 أبريل 2020 سجل 1320 كيلو واتر. هذا مفهوم الكونتور بحاله بحال عداد السيارة تماما. عندك بدي تعرف المسافة اللي قطعتي ما بين مدينتين، كتشوف قبل ما تسافر كتاخذ الرقم تسجله، ملي كتوصل لديك مدينة أخرى كتعاود تسجل الرقم الجديد. إذن تبي تعرف شحال قطعتي من كيلومتر كدير عملية الطرح. نفس الشيء هنا، بغيت تعرف شحال استهلكتي خلال الشهر كدير عملية الطرح. إذن واضح؟ بالنسبة للجواب، الطاقة المستهلكة هي الأولى كنحسبوها، هي E تساوي E2 ناقص E1. إذن E2 عرفتها جميعا، هي هنا الدليل الحالي حسب العداد اللي حدانا، أن 1320 هي الحالي ناقص البيان السابق أو الدليل السابق اللي هو 1250. إذن عملية حسابية بسيطة، لقينا 70 كيلو وات. إذن ما هو الواجب أداؤه؟ شحال غادي نخلصو على هاد الطاقة، على الواجب ديال هاد الطاقة وهكذا. إذن بالنسبة لنا ما تنساوش أن الواجب أداؤه هو المجموع ديال ثمن الاستهلاك زائد الضرائب. إذن ثمن الاستهلاك راكم عرفتوه جميعا هو جداء لو بخي يونيتير، أي ثمن الوحدة في الطاقة عاد زائد الضرائب. إذن عندنا ثمن الوحدة حسب التمرين، عطينا افترضنا هو 0.92 درهم لكل كيلو وات اور، كنضربوها في 70 كيلو وات اور والنتيجة كنزيدو عليها 32. إذن الواجب أداء حسب هذا التطبيق هو 96.4 درهم. إذن نمر إلى النشاط الأخير، النشاط الثالث، أتعرف الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز التسخين. إذا كنعرفوا أن جميع أجهزة التسخين كتوفر على ما يسمى بالمقاومة. إذا بالنسبة لهذا النقطة أخرى اللي نسيت بالنسبة لكم، شو هو أن الأجهزة الكهربائية بصفة عامة تستهلك طاقة كهربائية، تستهلك ماذا؟ طاقة كهربائية، كلهم كيشتغلوا بالتيار الكهربائي أي بالطاقة الكهربائية. وكل جهاز يحول هذه الطاقة إلى مثلا نقدر نقوله كيحولها إلى حرارة أو إلى أشعة ضوئية أو إلى، المهم كنقوله أن الطاقة الكهربائية يمكن أن تتحول إلى أنواع كثيرة من الطاقات. ممكن تكون طاقة ميكانيكية بحال المحركات كيعطيونا طاقة ميكانيكية، ممكن تكون طاقة كيميائية بحال في المختبرات كنديرو بعض التجارب اللي كتعتمد على الكهرباء باش عاد تكون داك التفاعل الكيميائي. يمكن يكون عندنا باختصار أنواع مختلفة من الطاقة. إذا حنا غادي نهتمو فقط بالأجهزة ديال التسخين اللي كيحولوا الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية، إلى طاقة حرارية. نذكر من هذه الأمثلة، قلنا مكواس فكتاخد الكهرباء وكتحوله إلى حرارة، المدفأة نفس الشيء، الفرن وهكذا. هذه الطاقة الحرارية غادي نبرزو لها بحرف كيو نسبة لا كونتيتي دو شالور. اللي خصنا نعرفو واللي نتقبلوه هو أن بعد تجارب، وهناك قواعد أخرى لا داعي لي ما عندناش حنا في المقرر، توصل من خلال التجارب أن الطاقة الكهربائية تساوي تماما أو تقريبا شبه كلي إلى الطاقة الحرارية. الطاقة الكهربائية المستهلكة تتحول كلها تقريبا إلى طاقة حرارية. إذا حنا غادي نعتبرها تساوي، بطبيعة الحال بدي يكون واحد شوية ديال الضياع، أنا ما كنهملو داك الضياع، كنعتمدو أو كنتقبلو أن الطاقة الحرارية اللي كيمنحها داك الجهاز تساوي الطاقة الكهربائية التي يكتسبها الجهاز. هذه نقطة مهمة. جو ريبيت، كيو يساوي او. الآن شنو هو المقصود معنا؟ هو نحاول نلقاو علاقة اللي كتجمع أو اللي يمكن لنا نحسبوا بها الطاقة المستهلكة من طرف جهاز التسخين. إذا كنرجعوا للقواعد السابقة، نعلم أن
عندنا ما تنساوش العلاقة الأساسية هي E يساوي P في T، أي جداء القدرة مضروبة في مدة الاشتغال. كذلك ما نساوش أن العلاقة اللي هي القدرة تساوي جداء التوتر في شدة التيار. إذن إذا عوضنا هذه القدرة بي بالجداء U في E، هذه اللي عندنا هنايا E تساوي ماذا؟ U في E في T، هيا U P E تساوي U في E في T. كنعاودو ندمجو علاقة أخرى اللي شفنا في الدرس ديال المقاومة. حسب قانون أوم عندنا U تساوي R في E، U تساوي ماذا؟ R في E. إذا إذا عوضنا U بالجداء R في E، غتولي عندنا R في E في E في T، هيا مكتوب عليها، يعني R تساوي E أوس 2 في T. إذا هذه علاقة جديدة اللي كندخلو فيها في نفس الوقت المقاومة وشدة التيار والمدة. ومنه يمكن أن نقول في جميع أجهزة التسخين الطاقة الحرارية تساوي الطاقة الكهربائية تساوي جداء المقاومة ديال ذلك الجهاز في شدة التيار أو مربع شدة التيار في بطبيعة الحال شدة التيار اللي كيمر في هذاك الجهاز مضروبة في مدة اشتغال ذلك الجهاز. هيا كتبنا هنا مع كي تمثل الطاقة الحرارية والوحدة العالمية هي الجول، آغ هي المقاومة ديال الجهاز بالوحدة الأوم، إي تمثل شدة التيار المار بالجهاز ووحدة هي ماذا؟ الأمبير، و تي تمثل مدة اشتغال الجهاز اللي هي إذن بالثانية. بالنسبة للتطبيق الأخير لتسخين كمية من الماء، انظر الشكل جانبه، قمنا بتشغيل السلك لمدة 5 دقائق. السؤال الأول حدد الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف السلك، ثم استنتج الطاقة الحرارية كي التي يمنحها للماء. إذن كما تلاحظون أن دارة كهربائية مكونة من منبع للتيار وجهاز الأمبرمتر يشير إلى الشدة 2 أمبير، هناك حوض به ماء وبداخله سلك التسخين، هذا السلك مقاومته R. إذا السؤال الأول ما نحسب الطاقة الكهربائية التي يستهلك هذا السلك. إذا عندنا العلاقة بكل بساطة هي قلنا E تساوي R في E أوس 2 في T، عندنا R هي 50 أوم، وعندنا شدة التيار هي E تساوي 2 أمبير، وعندنا المدة اللي هي 5 دقائق. غير في هذه الحالة لا بد ما تنساوش نحولها إلى الثانية، لأن الوحدات العالمية خاصة نحترموها في هذه العلاقات. وبالتالي غادي نديرو التطبيق. إذا عندنا الطاقة E هي E تساوي R في E أوس 2 في T، عوضنا R بخمسين أوم، شدة التيار جوج أوس 2، ثم المدة هي 5 دقائق، وكل دقيقة فيها 60 ثانية، يعني المجموع هو 5 في 60 ثانية. النتيجة النهائية هي 60 ألف جول. ثم بالنسبة للطاقة الحرارية سبقنا قلنا بأن في أجهزة التسخين هذا هو السلك نسميه جهاز التسخين، فالطاقة الكهربائية التي اكتسب تساوي الطاقة الحرارية التي سيمنحها للماء. وهكذا غادي نكتبو كي تساوي او تساوي 60 ألف جول. إذا في الختام شكرا حاصل التعلمات. الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز التسخين تساوي جداء القدرة المستهلكة من طرف نفس الجهاز في مدة اشتغاله، ونعبر عنها بالعلاقة أو تساوي P في T. عداد الطاقة الكهربائية يمكننا من تحديد الطاقة الكهربائية المستهلكة في منزل من أجل تسعيرها، يعني باش نعرفوا السعر ديال داك الاستهلاك اللي درنا ديال خلال الشهر، ويمكن حسابها بتطبيق العلاقة O تساوي N في C. N هي عدد دورات قرص العداد والC ثابتة العداد. في أجهزة التسخين تتحول الطاقة الكهربائية بشكل شبه كلي إلى طاقة حرارية، ونتقبل العلاقة Q تساوي E. أذكر Q هي الطاقة الحرارية و E الطاقة الكهربائية.
كذلك يمكن تطبيق العلاقة الأخيرة اللي هي في جهاز تسخين، يمكن حساب الطاقة الحرارية التي يمنحها بتطبيق العلاقة Q تساوي E تساوي R في E أس 2 في T. إذا ما نطول عليكم شيء، نتمنى لكم التوفيق، وكذلك نتمنى إن شاء الله باش يرفع عين الله هذا الوباء ونعود إلى المؤسسة في أسرع وقت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.